اول خبر معانا في حلقتنا النهارده عن نجمين كلنا بنحبهم، منى زكي واحمد حلمي، هيرجعوا يشتغلوا مع بعض من تاني بعد حوالي 15 سنه. الفيلم هيكون اسمه الجان اتخان، واللي عرفناه ان هو هيكون من اخراج خالد مرعي ومن تاليف عبد الرحيم كمال. يا ترى اخر اخبار الكينج محمد منير؟ الكينج محمد منير خلص تسجيل نص اغاني البومه الجديد، واللي عرفناه ان هيكون فيه ديو مع مطربه بقالها فتره بعيده عن الساحه، ومش بس كده هيكون فيه مفاجآت كتيره جدا. النجم احمد فهمي رجع يصور من تاني فيلمه الكويسين، لكن لغايه دلوقتي لسه مش عارفين الفيلم هيتعرض امتى. يا ترى اخر اخبار الهضبة عمرو دياب؟ عمرو دياب نقدر نقول ان هو خلص تسجيل معظم اغاني البومه الجديد، وهينزل خلص في الصيف، لكن انتوا عارفين طبعا عمرو دياب لسه محددش وقت نزول الالبوم. مش بس الهضبة عمرو دياب، كمان السوبر ستار محمد حماقي خلص تسجيل اغاني البومه الجديد اللي كمان مفروض هينزل الصيف. نقدر نقول ان الصيف السنه دي هيكون فيه عدد كبير من الالبومات اللي كلنا مستنيينها. النجمة باسم السمرة والنجمة رانيا يوسف بدأوا تصوير فيلمهم الجديد دماغ شيطان، واللي عرفناه ان هما دلوقتي بيصوروا المشاهد الخارجية.